هنجاوب على سؤال بالتأكيد ضرب في بالك. ليه الأسعار بتغلى؟ أنت عايز تعرف أم البلاوي اللي مضيعانا ومضيع الاقتصاد كله؟ طب شفتوا العيش بقى عامل إزاي؟ العيش بقى من سيء إلى أسوأ. يعني مشكلة القطورة اللي في البلد دي اللي كل يوم قطر بينقل، ولا المدارس اللي ولادنا ما بقوش يروحوا المدارس وكلهم شغالين على الدروس الخصوصية، ولا المستشفيات اللي انت بقيت تروحها وللأسف ما فيش فيها أي علاج، ولا الطرق وحوادث الطرق كل يوم، ولا المشوار اللي بتاخده في ساعة بقيت تاخده في 4 ساعات. المشاكل دي كلها عايز تعرف حلها؟ تابعنا في الحلقة دي.